يمثلون داخل قبه البرلمان. ننظم وقفه احتجاجيه ضد قرار السيد البرلماني الذي صوت ضد ادراج الحرف الامازيغي في الاوراق النقديه، وبالتالي احنا كنا يعني كنحسوا براسنا باننا تقاسنا من هذه القضيه هذه باعتبارنا يعني امازيغ وناس المنطقه، ونحس ايضا بنوع من الخيانه لانه السيد البرلماني يمثلنا كساكنه، وبالتالي فكان من المفروض انه يمثل يعني يحمل الصوت ديال الشعب داخل قبه البرلمان، فاذا به نلاحظ انه يعني على عكس من ذلك يصوت ضد قرار ادراج الحرف الامازيغي اللي هو يعتبر بطبيعه الحال شيء رمزي ولكن يعني الكثير بالنسبه للثقافه الامازيغيه. وكنعتبروا ان هذا حيف ضد 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 الامازيغ، وحيف ضد الهويه، وحيف ضد حيف ضد المنطقه. هاد الناس اللي عطاوه الصوت ديالهم واللي تقوا فيه واللي كانوا معولين على اساس انه غادي يوصل بالصوت ديالهم لقبه البرلمان، ولكن للاسف كيصوت ضد. الامر كله يتعلق بترابطيه القوانين، ليس بالمواقف المبدئية ديال الكتابة ديال اللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية. نحن مع الأمازيغية، ونحن من الناس الذين يناضلون من أجل التنزيل السريع للأمازيغية على أرض الواقع. واحد الزمرة ديال الناس لا يتجاوزون 15 واحد، ربما الكل شاهد على ذلك، داروا واحد الوقفة، يعني وقفة لا أرى منها جدوى، لأنهم بكل صراحة لم يستوعبوا بأن الأمر لا يتعلق بالموقف من الأمازيغية. مع الأسف الشديد يفتعلون مشاكل من حيث لا مشاكل، إنما يبحثون عن بؤر التوتر وعن بعض الأمور التي يكون فيها اختلاف تقنيا أو إجرائيا أو تدبيريا في الساق الجماعي الجهادية أو للعدالة التنمية، أنهم ليسوا مع الأمازيغية وأنهم ليسوا من حومة الأمازيغية. وهذا يشهد يعني القاصي والداني على أن الجماعة الجهادية منخرطة تمام الانخراط في سبيل النهوض بالتراث الأمازيغي المحلي ديال الشيرة الجهادية. لماذا صوت ضد هذا القرار وهو يعتبر يعني ممثل